يعني لو ميدو نجح النهارده في اللي هو بيعمله ده هو هيغير حاجات كتيره جدا في حاجات كتيره جدا في البلد. احنا لسه لحد دلوقتي عندنا لعيبه جامده، عندنا 5 أو 6 في التوب 10، المفروض يتحط سيستم بقى. انا برحب بك كابتن هشام معانا، وعايز كلمه كده في البدايه لميدو، كلمه لبالم هيلز والبطوله دي تقولها هي. وبالم هيلز طبعا انا ساكن هنا يعني، فانا بتمرن هنا على طول، موجود في التراك ده على طول بتمرن فيه، واللي ميدو بيعمله ده بصراحه انا بسنده جدا. ولو هو نجح يعني، لو ميدو نجح النهارده في اللي هو بيعمله ده هو هيغير حاجات كتيره جدا في حاجات كتيره جدا في البلد. يعني لو هو النهارده هو عايم عكس التيار، وعايز يحط سيستم، وعايز يربي اجيال بجد، ويبقى فيه خطه بجد وكلام من ده. فلو هو نجح في الكلام ده يعني انا نفسي الناس كلها تقف معاه، لان هو هيغير حاجات كتيره جدا في سيستم البلد، يعني في السيستم بتاعنا عامه، فاهم؟ فانا بايده بنسبه 100%. يعني هطلع معاك بقى للاساس بتاعك والسكواش وكده. السكواش بقت لعبه اولمبيه مؤخرا، شايف الموضوع ده هيفرق ازاي مع اللعيبه بتاعتنا، خصوصا ان هو احنا مرشحين بقوه سواء سيدات او رجال في نقدر ناخد ميداليات في السكواش، بس في نفس الوقت احنا عندنا لعيبه كتيره بتتجنس دلوقتي بجنسيات اخرى، فشايف ده ازاي وشايف ده ازاي؟ بص انا يعني اقول لك، عايز اقول لك ان 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 الصين عملت 1300 ملعب الكام يوم اللي فاتوا، بديك مثل يعني. مبدئيا يعني في بونج لعيبه، هم حريفه مضارب يعني، حريفه مضارب. احنا لسه لحد دلوقتي عندنا لعيبه جامده، عندنا 5 أو 6 في التوب 10، ولكن ما تعرفش ايه اللي يحصل. يعني انا اتمنى ان كمان 3 سنين يبقى لسه اللعيبه موجوده وبتاع، بس ما حدش يقدر يعرف ايه اللي هيحصل. يعني اتمنى بس. يعني انت شايف ان احنا اللعيبه اللي عندنا دي، وخصوصا ان في لعيبه صغيره كمان بنشوفها بتطلع دلوقتي، هتقدر تكمل الاولمبيات اللي جايه ونقدر ناخد ميداليات؟ شايف برضو ان الاهتمام باللعبه في مصر المفروض يبقى افضل من كده شويه ولا؟ طبعا المفروض يتحط سيستم بقى. يعني المفروض انت النهارده دخلت اولمبيات يبقى عندك سيستم، تبقى عارف انت النهارده عندك كام واحد موجود النهارده، قدامه قد ايه، هيفضلوا في البيك، هيفضلوا في التوب قد ايه، هل انت محضر حد بعديهم ولا مش محضر. يعني زي ما ميدو بيعمل كده، يعني زي ما ميدو بيعمل كده الناس تبدا كلها تبص لقدام، يربي اجيال بجد، يبقى عارف ان مش هيبقى في جاب، مفيش حته هتيجي كده وتقوم وقع، فاهم؟ طب انت ليه ما تفكرش في فكره زي كده؟ ليه ما تبقاش انت ميدو بتاع السكواش وتبدا تشتغل على الحته دي وتبدا تعمل بيز معينه للعيبه عندنا في مصر في السكواش؟ بص والله انا يعني بكل صراحه، انا في السكواش انا كنت من احسن 10 لعيبه في العالم، يعني كنت اغلى مدرب في العالم. انا قفلت يعني القصه دي، فاهم قصدي ايه؟ في دماغي انا مقفل المواضيع دي. انا من سنه 2012 لما سافرت امريكا وابتديت اذاكر تمثيل، فتحت اكاديميه السكواش بتاعتي، كان السكواش اكاديميه شغاله ومركز فيها، بس انا الباشن بتاعي كله اتقلب للتمثيل، فانا غايص هناك شغال، عمال اعمل سينز وابعتها امريكا وادور على ايجنتس وادور هنا على مش عارف ايه، من الصبح من الساعه لما اصحى 7:30 الصبح عشان اتمرن لحد ما بنام، ودماغي كلها غرقانه في القصه، غايص فيها، فمش عارف افكر في اي حاجه تانية للاسف. فالتمثيل واخد حياتك دلوقتي يا ابني. طب يعني يا رب نشوفك في التمثيل زي ما شفناك في السكواش، واحد من افضل 10 لعيبه في العالم، وان شاء الله دايما متشرفين بك يا كابتن هشام. شكرا جدا، شكرا حبيبي.